اهلا بكم ايها المشاهدون المستعودون الكرام. نواصل معكم حديثنا عن المرخانيات. المرخان صنعوا لكم يا المساعدين صنم سموه الامام الموحد الموسوس عبد العزيز، وقالوا انه شجاع وبطل ومحيي الدين الصحيح، وحطوا له تاريخ يدرسونه بزارينكم، وهو تاريخ مزور فيه بطولة مزيفة الناس ما تستحق الا اللعنة. هالمرخاني الموسوس اللي صنع مزرعة البقر وسماها على اسم عائلته سعودية مرخانية، صار في مقام الأنبياء والرسل والعياذ بالله، ومن يومهم والمرخان يكبرونها برقع. وأصحى أنك تقرب للمرخاني الأكبر الموسوس وتقول أن البلد مو ملك أبوه وجده، وإنه كان عميل للإنجليز، وإنه كان يشحذ منهم القرشات، وحطوا له واحد مسؤول عنه اسمه شكسبير اللي قتلوه الشوامرة في معركة الجراب، وبعدين انقلوا كفالته وصار كفيله جون فيلبي، وهالكفيل غير اسمه وسمى نفسه عبد الله فيلبي وأعلن إسلامه وختنوه في الطائف. واللي ما يصدق يقرأ مترجم يقرأ للمترجم حق الملك المانع في كتابه المملكة تتوحد. بس في واحد عسكري كان معتمد سياسي بريطاني في البحرين وبعدين الكويت، والمعتمد اسمه هارولد ديكسون. ترى المعتمد يعني رئيس على الأمير مثل فيلبي رئيس على ابن سعود، وفوق ديكسون رئيس يسمونه المقيم، وكان مقره في بوشهر ويسمونه رئيس الرؤساء. المهم هذا ديكسون معتمد الإنجليز في الكويت عنده كتاب اسمه الكويت وجاراتها، كويت and its neighbors، وحرمته سمت نفسها زهرة ديكسون، وعندها كتاب الكويت كانت منزلي، وبنتهم ما زالت حية ترزق إلى اليوم تعيش شمال إنجلترا. هذا ديكسون شاف ابن سعود مرات ومرات، واشتغل وياه في ضرب الإخوان جيش التوحيد، وكتب ديكسون عنهم ما شاء الله تقارير لحكومته، بعضها منشور وبعضها موجود في وثائق الإنجليز. مرة من المرات كان ديكسون معتمد الكويت، وكان معها بيرسي كوكس اللي كان مقيم في بوشهر واللي احتل العراق. التقوا بابن سعود عند حدود الكويت والعراق والسعودية عام 1922، والهدف حتى يخططوا الحدود، ومن يومها صارت المنطقة المحايدة. وأعطى كوكس بن سعود ثلثين الكويت، لكن المرخاني طماع قال إنه يبي بعرينه تشرب الماء من النهر في العراق. قال له كوكس ما يصير يا الحبيب يا المرخاني بن سعود. بكى وقال الكوكس أنت وعدتني تعطيني الشمس بيد والقمر بيد ثانية، وإنك أخذت مني نصف مملكتي. باقي الحدسي عن بطولة المرخاني الموسوس راح أقراه لكم مثل ما قاله ديكسون اللي كان حاضر الاجتماع، من كتاب الكويت وجاراتها. دقيقة، هذا الكويت وجاراتها، خلوني أقرأ لكم وش قال ديكسون عن المرخاني الموسوس. وحوالي الساعة 9 من ذلك المساء حدثت مقابلة مدهشة، فقد طلب ابن سعود مواجهة السير بيرسي على حدة، وصحبني السير بيرسي معه، فوجدنا ابن سعود واقفا وحده وسط خيمة الاستقبال بادي الاضطراب. وبادر ابن سعود السير بيرسي قائلا بصوت كئيب: يا صديقي لقد حرمتني من نصف مملكتي، الأفضل أن تأخذها كلها ودعني أذهب للمنفى. هذا يقوله عبد العزيز الموسوس. وظل ذلك الرجل القوي العظيم واقفا رائعا في حزنه وانفجر باكيا. وتأثر السير بيرسي كثيرا وأمسك بيد بن سعود وأخذ يبكي هو الآخر والدموع تنحدر على وجنتيه، ولم يكن حاضرا تلك اللحظة سوى نحن الثلاثة. وأنا أقص هنا ما شاهدته بكل أمانة، ولم تدم تلك العاصفة العاطفية طويلا، فقال السير بيرسي وهو لا يزال ممسكا بيد ابن سعود: يا صديقي إنني أعرف حقيقة شعورك
ولهذا السبب أعطيتك ثلثي الكويت. ولست أعرف كيف سيتلقى ابن صباح هذه الصدمة. شفتوا بطولة ابن سعود وشفتوا إن مصيره بيد الإنجليز، يقول لهم إذا تبغوني أروح المنفى مثل الشريف حسين فأنا حاضر. هذا لو أنه ماخذها بذراعه مثل ما يقولون ما كان يقولها الحدسي ويفرط باللي حصله بسيفه الأملح اللي صاجينا فيه. طلع السيف في الأملح إنجليزي يا جماعة الخير، السيف المرخاني صناعة إنجليزية، Made in England، أليس كذلك؟ وإذا عجبتكم، وهذا الكتاب أنصح بقراءته، الكويت وجاراتها. وإذا عجبتكم الفقرة أضغط لايك وسبسكرايب، ولن تمرخاني ما يخسر للمراخين. أليس كذلك؟